بداية، ما أسباب تعثر العملية التعليمية في شبوة، وأين يكمن الخلل الأساسي في المدارس الحكومية؟ أهلا بكم. طبعا التعليم هو العمود الفقري لتقدم الأمم والشعوب، حيث يسهم في تعزيز التنمية الشاملة، ويعتبر أداة قوية لتغيير حياة الأفراد والمجتمعات نحو الأفضل. وأنا أعتبره أي بلد لا تعطي الاهتمام الكامل للتعليم لن تخرج من دائرة التخلف والأمية أيضا. ونحن عندنا أسباب للأزمة كثيرة، أعتقد أنها ليست في شبوة واحدة ولكن في عدد من المحافظات، خاصة المحافظات المحررة الذي تخضع للشرعية. فهناك جوانب كثيرة سببت لنا أزمة كبيرة في التعليم، ومن أهمها الأزمة الاقتصادية الراهنة، لأنها أدت إلى فقر متزايد وتدهور العملة المحلية وارتفاع فاحش في الأسعار. هذا أثر بصورة مباشرة وبشكل كبير على التعليم، حيث أصبحت العائلات تواجه صعوبة كبيرة جدا في تحمل تكاليف التعليم، خاصة الذي يود أن يدرس في القطاع الخاص في مدارس خاصة، لأنه لا يستطيع تحمل الرسوم الدراسية زي المدرسي، الكتب، المواصلات وغير ذلك. أيضا من جانب آخر، هناك مشكلة يعاني منها المعلمين، عدم استلام المعلمين لرواتب مناسبة تغارب الوضع المعيشي والارتفاع المتصاعد للأسعار منذ بدء الأزمة السياسية في البلد. وهم أيضا زاد الطين بلة أنه عدم استلام المعلمين لرواتبهم بشكل منتظم. نعم. إلى الآن هذا طبعا نحن في شبوة نعاني في قطاع التعليم الحكومي، أنه تقريبا 90% أو 100% المدارس لم يتم افتتاحها حتى الآن، لأن المدرسين شبه مضربين، لم يحصلوا على رواتب مجزية ولم يستلموا رواتبهم لفترة يمكن 2 أو 3 أشهر. هذا الجانب الأساسي من الجوانب اللي أدت إلى تطور أزمة التعليم لدينا. طيب أستاذ أحمد، هذه الأسباب لو سمحتي، نعم، جعل الكثير أيضا من المهارات التعليمية ومن الكوادر المؤهلة يتركون وظائفهم يبحثون عن أعمال أخرى أكثر دخلا، حتى يستطيعوا تأمين حياة كريمة لهم والأسرهم. أيضا من الأسباب التي أيضا أدت إلى هذه الأزمة واستثارها الصراعات والحروب المستمرة اللي موجودة منذ 2015 تقريبا. هذا أدى إلى تدمير البنية التحتية في المدارس، كما تسببت الحرب في نزوح أعداد كبيرة من الطلاب والمعلمين. وهذا النزوح أيضا أدى إلى تعطيل عملية التعليم في كثير من المناطق. طيب أستاذ أحمد، الجانب المهم أيضا ما زلت أنا أود أن أوضح كثير من الأمور. طيب نقص التمويل أيضا، يعاني قطاع التعليم في المحافظة من نقص حاد في التمويل الحكومي، وهذا النقص أيضا يحد من القدرة على تحسين جودة التعليم وأداء المعلمين وتوفير المواد والكتب التعليمية وتدريب وتأهيل المعلمين أيضا. طيب يا أستاذ أحمد، يعني ما المعالجات، ما الحل لنهوض أيضا بالمدارس الحكومية وإرفادها بما ينقصها حتى لا يحصل تسرب للطلاب من العملية التعليمية؟ أول حاجة، نحن بحاجة إلى أن الحكومة المركزية تولي اهتمام خاص في قطاع التعليم، وأرى أنه يجب أن يستثنى من دائرة الصراع المستمر، ويجب أن يتم إجماع واتفاق شامل على موضوع عملية التعليم في المحافظات المحررة، وإلها اهتمام خاص من حيث بحيث يصبح لديهم خطة وطنية شاملة لتطوير التعليم. التعليم يعاني، وأي بلد نحن نعرف أنه إذا لم تهتم في التعليم تبدأ دائما في مستنقع التخلف. التعليم هو العمود الفقري
الأساسي اللي تقدم الأمم الشاب. نعم. يعتبر أداة هوية لتغيير حياة الأفراد والمجتمعات نحو الأفضل. نعم. نحن الآن نعاني في كثير من المدارس أن الطلاب أحيانا للأسف الشديد يصل الثانوية ولا يستطيع أن يكتب رسالة.